أهلا بكم من جديد. الحريات كلها مضمونة، هكذا ردد ويردد تباعا السيد قيس سعيد. سيد نور الدين الخاتروشي عندما يأتي هذا الخطاب التقريري، وفي الآن نفسه نجد إعلان إضراب جوع جماعي داخل السجون التونسية للمضمون فيهم فيما يسمى بقضية أمر عام الدولة، مصحوبا ب رفع الثقة أو حجب الثقة عن السلطة القضائية، إذ أعلن السادة السجناء المضربون عن الطعام عن مقاطعتهم أعمال السيد قاضي التحقيق. أين الخلل؟ بداية تحية نضالية للأخوة المضربين على الطعام في سجون المنقلب، ونقول لهم معناتها أنتم شهادة الشرف على جبين الوطن في المرحلة الدقيقة والحساسة اللي مر بها، فكل التحية لهم، ونتضامن معهم ونشد على أيديهم ونقول لهم بملء أفواهنا وبملء صدورهم وحدكم. بالنسبة للإعلان عن الإضراب الجوع، ومن ثم الإعلان عن رفض المثول أمام محاكم المنقلب، هو في الحقيقة إضراب الجوع شكل نضالي متقدم. نعم. بل هو الورقة الأخيرة في يد المظلوم ليعبر عن مظلمته. فإضراب الجوع هو فضيحة أخلاقية بالنسبة للنظام، بشرط أن 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 تكون المعارضة، يكون معناتها المجتمع الحقوقي والسياسي الديمقراطي المناهض للانقلاب والمعارض له قادر على تسويق يعني نضالات الأحرار، وتسويق إضراب الجوع على أنه يعني شكل من أشكال الاحتجاج يعني الجذري تقريبا يعني. نعم. على المنقلب. أما يعني بالنسبة لقرارهم برفض المثول أمام محاكم المنقلب، فهذا يعني أعلان عصيان مدني مصغر. هذا مثال يعطوه رموز نظامنا معناتها السياسي والحقوقي والميداني. نعم. ضد المنقلب. هذه رسالة قوية برشا يعني للمستقبل وليست للحاضر، فكل حراكنا السياسي والمدني هدفه الأعلى هو الوصول إلى إعلان العصيان المدني، ومن ثم الحسم النهائي في هذا المنقلب. سنعود لنناقش معكم السيد نور الدين فيما بعد في جدوى هذه النشاط الحقوقي، وإلى أي مدى يمثل ورقة ضغط حقيقية على سلطة مستأثرة بكل السلطات يعني سلطة سعيد، وهل هو بالفعل ردة عن المجال السياسي أم إسناد له؟